والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة. أحدها التوبة، وحكم التوبة بابها طويل جدا وواسع، ومن أحسن من تكلم عن أحكام التوبة اثنان، ابن قدامة رحمه الله تعالى، وابن مفلح بعد ذلك في كتابه الآداب الشرعية، فقد تكلموا كلاما نفيسا عما يتعلق بالتوبة وشروطها ولزوم تكرارها، هل يلزم تكرارها وإن لم يعلم المرء ذنبا ليتوب منه أم لا، في كلام نفيس ومفصل يحتاج الرجوع إليه. نعم. والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. هذه النكتة أراد أن يبرزها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، ولذلك ذكرها. أراد أن يبين لنا الشيخ أن هناك سببين يتحقق بهما تكثير الذنوب، أحدها التوبة والثاني الاستغفار، والاستغفار لا يستلزم التوبة، فقد توجد توبة بلا استغفار وقد يوجد استغفار بلا توبة، إذ التوبة متعلقة بالقلب والاستغفار متعلق باللسان وله تعلق بالقلب، فلا استغفار إلا بطلب المغفرة، بأن يقول أستغفر الله، بأن يقول أستغفر الله، هذا طلب المغفرة، أي أسألك يا ربي أن تغفر ذنبي، أن تغفر ذنبي. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما فيقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه، فجمع بين الاستغفار والتوبة، والواو تقتضي المغايرة في هذا الموضع وتقتضي أيضا الجمع السياق، فهي للجمع والمغايرة معا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة والاستغفار كلاهما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التوبة هو الإقلاع عن الذنب وتركه مع العزم على عدم العود له والندم على ما فعله المرء قبل، هذه الأمور الثلاثة والأركان الثلاثة والشروط هي التي تتحقق بها التوبة، فمن أتى بهذه الأمور الثلاثة فهو تائب. وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة من الله عز وجل، قد يكون المرء مصرا على ذنبه ويستغفر الله عز وجل، الله كريم، فمع إصرار العبد على الذنب وطلبه المغفرة يغفر ذنبه الماضي، بل ربما غفر ذنبه المستقبل، إن العبد ليذنب فيستغفر فيغفر له، ثم يذنب فيستغفر فيغفر له، فما زال يذنب ويستغفر حتى يقول الله عز وجل له افعل ما شئت فقد غفرت لك، كما جاء في الحديث، هذا من رحمة الله لبعض الناس لا لمطلق الناس. إذن يجب أن نميز بين التوبة وبين الاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة أي مغفرة الذنب الذي فعلته، ولا تلازم بينه وبين التوبة. نعم. وذلك قال الشيخ فإن الله قد يغفر له إجابة لدعائه، الدعاء هو الاستغفار، وإن لم يتب قلبه وينيب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. وفي الغالب أن من قال أستغفر الله وأتوب إليه وكان تلفظه بهذه الكلمة باللسان والقلب معا فإنه يكون جامعا الثنتين، لأننا عندما نقول ذكر القلب إننا نقصد بذكر القلب، وسيأتي الإشارة إليه أن المراد بذكر القلب هو استشعار معنى الكلمة التي تلفظت بها، فعندما تقول أستغفر الله استشعارك للاستغفار أن تستشعر فضل الله وكرمه ومنته، حيث سيمحو أثر هذا الذنب عنك، وحينما تقول وأتوب إليه تستشعر أنك ستقلع عن الذنب وأنك ممتنع منه وأنك نادم على فعله. نعم. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. نعم. والأعمال الصالحة المكفرة كثيرة جدا سيشير إليها المصنف بعد قليل، وإن كان المرء مصرا على ذنبه، وإن كان مصرا ولم يتب فإن من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه جعل لهم هذه الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب وهي كثيرة.